السلام عليكم. تقريبا بشكل يومي بيجي لي اتصالات من دكاتره الاطفال في الحضانات عايزين يعملوا كرينيال الترا ساوند. خير يا دكتور، ايه المشكله؟ تختلف السيناريوهات عن كل حاجه. ممكن حاله تكون اتعرضت لوستراكتد ليبر والولد دخل الحضانه وبقى يتعرض لفيتس ومحطوط على فينت وعايزين يشوفوا البرين اخباره ايه. طفل تاني ممكن يكون طبيعي جدا جدا واتولد بشكل طبيعي خالص وروح البيت وبدا يرضع ويلعب، بس اتعرض لماينر تروما او حتى ميجور تروما والولد دخل فيتس اوف كونفولجنز واتحط على فينت وعايزين يطمنوا على حاله البرين. طفل تالت ممكن يكون بريترم وتعرض لانفكشن من اي نوع، سيبتسيميا انكفالايتس، والولد برضو على فينت وتعرض لفيتس اوف كونفولجنز وفيتس اوف ابنيا، فعايزين يطمنوا على البرين اخباره ايه. ممكن طفل رابع بريتر محطوط على فينت برضو لفترة كبيرة والطفل اتعرض لأتونيا ومفيش اي ريفلكسات خالص في خلال الفحص بتاعه وبرضو عايزين نطمنه على البرين. على فكرة كتير جدا من الاطفال دي ممكن يكون عملوا مقطعية وممكن في ناس منهم عملوا رنين ومعظم الحالات بتكون نورمال. بنبدأ نعمل سونار، فحص السونار، ويكون تشخيصنا في النهاية برين إديما with ischemic hypoxic encephalopathy grade 1 or 2 or 3 or 4 or 5. ان شاء الله في الفيديو ده هو هنعرف ايه قصة الإديمة وازاي بتتكون وازاي نقدر نشخصها بشكل عالي جدا جدا، ازاي نقدر نشخص الإسكيميا ونعمل لها grading according to latest guidelines. خلال الجريدنج دهيت نقدر نحط البروجنوزس، ممكن نساعد دكتور الاطفال في خطة العلاج للطفل، وكمان بتكون وسيلة رائعة جدا جدا في الفولو اب بعد خطة العلاج. لك ان تتخيل ان السونار والدوبلر هو اجدع وسيلة اقدر اشخص بيها اسكيميك هايبوكسيك انكفالوباسي في اول 24 ساعة قبل ما يقدر يعملها سي تي ولا الام ار ولا اي حاجة تانية. يلا بينا نشوف قصة الاسكيميك هايبوكسيك انكفالوباسي، يلا بينا. نيوناتال هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي. الموضوع ده من المواضيع المهمه جدا جدا في النيونيتس، و it is the most frequent cause of neurological morbidity in infancy. كلمه اسكيميا بشكل عام عشان نبقى فاهمين يعني ايه اسكيميا وايه اللي بيحصل فيها، في كذا ايفنت بيحصل كده لازم نعرفهم اثناء الاسكيميا اللي بتحصل. طبعا بيقل البي او 2 والبي اتش، بيزيد البي سي او 2، بيقل البلاد بريشر بشكل كبير، وده في حد ذاته بيقلل برين بروفيوجن وينزل تحت كريتيكال ليميت، وفي الاخر لما بيقل البروفيوجن والبلاد ما بيوصلش كويس للبرين بيحصل ديس اوف ذا نيرفس سيلز، وفي الاخر بتؤدي لسيتوتوكسيك برين اديما. الاسكيميا بشكل عام برضو عشان احنا نتكلم في الايميجينج، في حاجات بتظهر ليت ودي بيجيبها جدا السي تي والام ار بشكل حلو قوي، كذلك السونار متساويين مع بعض في الموضوع ده. وبنقسمها البري تيرم وفول تيرم. اما الايرلي الالترا ساوند بس اللي بيجيبها، يا ترى ايه هي الساين ديت؟ هنعرفها ان شاء الله في نهايه الايه الفيديو باذن الله. البري تيرم والبوست تيرم او الفول تيرم انفانت بالنسبه للحاجات اللي بتحصل فيري ليت زي البري فنتريكولي كوميليشي اكتر حاجه بتحصل في البري تيرم. اما الفول تيرم بيحصل يعني انكريز ايكوجنستي في الباراسيجيتال ريجون والبازل جانجليا، دي معناها ان بيحصل مشاكل جدا في المناطق دي. طيب الهايبوكسيك اسكيميك ليجنز في البري تيرم بيبي، البري فنتريكولي كوميليشي اللي احنا قلنا عليها من شويه هي تقريبا نفس الريسك فاكتورز بتاع الانتراكرانيال هيموريج، وتقريبا مرتبطين ببعض في كتير جدا من الحالات. يعني بيحصل اسفيكسيا في البيبي مثلا، فيحصل امبيرمنت للفاسكولار اوتو ريجوليشن في البرين، وفي الاخر بيحصل فول واضح جدا في السيريبرال بلاد فلو. اكتر منطقه بيحصل فيها مشاكل بري فنتريكولار ريجون لكذا سبب. اول حاجه المنطقه ديت ووتر شيد اريا اوف ذا برين، الحاجه الثانيه بيبقى فيها فاسكولاريتي عاليه جدا جدا، الحاجه الثالثه بيحصل بريفيوجن بيقل فيها جدا فبتكون عرضه للاسكيميا اكتر من اي منطقه غيرها. بريفنتريكولي كوميليشيا اتحط لها تقسيمات كتيره، بس احنا المره دي هنتكلم في حاجات ايرلي وحاجات ليت او ستيج 1 اللي هي بتظهر بعد اسبوع بعد ما المشكله تكون حصلت اصلا. بنقول بيزيد البريفنتريكولار ايكوجينيستي، بتبقى انهوموجينس ايكوجينيستي، الايكوجينيستي تبقى عاليه جدا، تبقى شبه الكرويد بلكسس وكذلك الايكوجينيك سكال، ومفيش حاجه اسمها بريفنتريكولار هارو لسه هنقول عليها كمان شويه. طيب ادي حاجه مثلا عملنا برا ساجيتال سيروز لاترال فينتريكل، لو احنا ملاحظين دلوقتي ادي ده الكرويد بلكسس ودي هنا في حاجه كده ايكوجينيك في البريفنتريكولار ريجون وشكلها ان هوموجينس كده، يعني في منطقه في مناطق فيها هايبوكويك هيت وفي منطقه ايكوجينيك، فدي بنسميها فوكال ان هوموجينس انكريزد ايكوجينيستي في البريفنتريكولار ريجون وهكذا. طيب
لو ما عملنا كورونال سكان في ليفل اعلى شويه بدا يظهر برضو بريفنتريكولار ايكوجينيستي عاليه جدا، وان هوموجنس ليه؟ ان هوموجنس هنلاقي في مناطق هايبوكويك وهكذا، وفي مناطق ايكوجينيك، في مناطق اجريه شويه، فدي بنسميها بريفنتريكولار ان هوموجنس ايكوجينيستي وهكذا. طيب البريماتيور فيتس او البيبي اللي هو لسه مولود بريترم ممكن يبقى فيه الايكوجينيستي دي موجوده برضو، بس في فروقات ما بينها وبين البريفنتريكولار ليكوميليشيا في الايه، في الايرلي ستيج، ان هي في البريماتيور النورمال بيكون سيمتريكال، هنا بيكون اسيمتريكال، هنا بتبقى هوموجينس وهنا ان هوموجينس زي ما احنا شفنا من شويه. في حاجه اسمها بريفنتريكولار هالو هنشوفها في الصوره الجايه، وهنا الهالو دي ما تبقاش موجوده. الايكوجينيستي بتبقى اقل من الكرويد بلكسس والسكال، هنا بتزيد الايكوجينيستي عاليه جدا، تبقى اكتر من او يساوي الكرويد بلكسس والسكال. ودي بيقول لك ان في النورمال سبب الايكوجينيست للهيموجينس ديت ان هي راديتنج كالوزال فايبرز اند سمول ارترز والفينس موجوده في المنطقه ديت بربنديكولار على الالترا ساوند بيم، فبتدي اللي هو الايكوجينيست اللي موجوده دي. تعال نشوف كده دلوقتي، ادي نورمال فيتس ودي فيتس بريترم بريفنتريكولار ليكوميليشي. النورمال فيتس ادي احنا شايفين شكلها هوموجينس كده منسجمه مع بعضها، هنا زي ما احنا قلنا في حاجات مناطق هايبوكويك، مناطق جريش، مناطق كده انكريز ايكوجينيستي، والايكوجينيستي بتبقى عاليه جدا جدا. دي عيان برضو نورمال، خدنا كورونال الترا ساوند ات ذا ليفل اوف ذا انتيرور هورن اوف ذا لاترال فينتريكل، ده اللي احنا بنقول عليه بريفنتريكولار هالو اللي هو هيموجينس ايكوجينيستي كده حوالين الفينتريكلز، ودي نتيجه الكالوزال فايبرز بتبقى ماشيه فيها، وكذلك في سمول ارتريز وفينز بتبقى بيربنديكولار تو ذا الترا ساوند بيم، وديت حاجه طبيعيه جدا. طيب نيجي نقارن نرجع تاني، ادي بريفنتريكولار ليكوميليشيا ان هوموجينس زي ما احنا قلنا في مناطق هايبوكويك ومناطق ايكوجينيك عاليه جدا، هنا ديت تحس ان هي هوموجينس كده ومش شبه التانيه خالص، يعني ده نورمال بريتر. خلصنا البريفنتريكولار ليكوميليشيا الستيج واحد اللي هي بعد اسبوع او اسبوعين بعد ما يكون حصل المشكله اللي هي الاسكيميا، بنبدا نشوف بقى ايه الحاجات ديت، وكذلك تبان برضو معانا في الرنين وكذلك في المقطعي. الليت تبدا المناطق اللي فيها الايكوجينيست العاليه ديت تبدا تتحول لمالتيبل سيست او انكفال وماليشيا، دي بتظهر بعد اسبوعين كمان. السيستات دي بتبقى سيبريتد باي ثين وولز، بتبقى مع الوقت بتكبر وتكبر وبتخش ديبر اعمق لغايه ما توصل للسب كورتيكال ريجونز، وتحصل مشاكل كبيره جدا يعني مع وغالبا الاطفال دي مش بتكمل وبيحصل لهم ضايع. ادي مثلا عندنا الحاله اللي احنا قلنا اللي هي بريفنتريكولار ليكوميليشيا في الجريد 1 او ستيج 1، بتبقى كده ان هوموجينس ايكوجينيستي حوالين الفنتريكل، تخيلوا دي بعد اسبوع من كده بدا يحصل فيها سيستيك ديجنريشنز ومتحوطه بسنسيبتيشن. ادي مثلا عندنا بعد 34 يوم اللي هو بعد شهر تقريبا بدات السيستات تكبر 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 والسيبتيشن تكبر تكبر، ولما عملنا كورونال سكان بدا يحصل بقت تكبر تخش اعمق، داخلين تقريبا على الكورتكس يعني. تخيلوا دي بعد شهرين او بعد فتره برضو حصل بقى ان سيستيك ديجنريشن وصل للكورتكس والبرين تقريبا كله بقى سيستيك ديجنريشن، فالواد ده ضايل يعني وهكذا. فديت الحاجات اللي بنشوفها ليت. اتكلمنا دلوقتي في البري تيرم انفانت، بعد كده هنتكلم في الترم او الفول تيرم انفانت اللي هي في الليت برضو ستيج اللي احنا هنقدر نشوفها بالسي تي وبالام ار والالترا ساوند. الباراساجيتال ريجونز والبازل جانجليا بتحصل انجرد، بتظهر في شكل انكريزد ايكوجينيستي، بتخش في حاجه اسمها ستيتاس ماراموريتاس اللي هو الايكوجينيستي بيزيد جدا جدا في المناطق اللي هي الباراساجيتال وبالذات في منطقه البازل جانجليا، ودي من الحاجات اللي هي يعني بتعمل موربيديتي عاليه جدا جدا يعني. خلصنا دلوقتي الليت فيتشرز اللي هو اي حد يعرف يشوفها، السي تي والام ار والالترا ساوند نفس الايه، نفس التشخيص تقريبا، مش محتاجين ان هو حاجه جديده. طيب ايه الايرلي ساين اللي اقدر انقذ بقى العيان ده هو قبل ما يخش في المراحل اللي هي الايه الليت دي؟ البرين اديما. برين اديما دي ساين مهمه جدا جدا، يعني بينتج عن الايه اسكيميك هيبوكسيك انكيفالوباسي، اللي هايبوكسيا والاسكيميا بتعمل اوبر فيوجن وبتعمل سايتوتوكسيك برين اديما. بتبدا تظهر امتى؟ من 12 ل 24 ساعه من حدوث الاسكيميا، فانا اقدر اكتشفها بدري جدا جدا. ويبقى عندنا نقطتين مهمين، احنا دلوقتي عندنا السونار في حاجتين، في 2 دي او اللي هو البلاك اند وايت، وفي عندنا كلر وسبكترال دوبلر. في شويه فيتشرز هنشوفها بالسونار، حوالي خمسه فيتشرز كده، وهنعرض امثله سريعه ليهم. وفي كلر دوبلر وده اللي هو الجولدن تول بتاع الاسكيميك هايبوكسيك انكيفالوباسي. احنا بنقول دلوقتي البرين اديما نقدر نشخصها بدري كساين للاسكيميا، فبتحصل من 12 ل 24 ساعه، نشوفها كويس جدا جدا.
في ملحوظه تانية ان ال 2 دي ما بتحددش السيفيريتي اوف الاسفيكسيا اكوردنج للبرين اديما، يعني شفت برين اديما ايا كان درجتها دي ما تحددش درجه الاسكيميا، ولكن هيحددها حاجه تانية اللي احنا نقول عليها الدوبلر وسبكترال دوبلر ستاديز اللي احنا نقول عليها دلوقتي. طب يا ترى ايه هي السونوجرافيك فيتشرز اللي موجوده؟ عندنا خمس حاجات. اول حاجه ممكن قبل 12 ساعه ان هي تظهر نورمال ما فيش اي مشكله خالص. طيب بعد 12 ساعه وبعد 24 ساعه بيحصل حاجه اسمها برودند كورتيكال ريم ساين، ودي بينديكيت كورتيكال سويلنج، بيحصل زي هايبوكوجي نست كده حوالين الصلصاي، وهنجيب امثله لها دلوقتي. الحاجه الثالثه سليت لايت فينتريكلز، بيحصل ماركت كومبريشن للفينتريكولار سيستم، بيبقى فيها سي اس اف يعني شريط رفيع خالص كده يا دوبك اشوفه بعيني بالعافيه يعني. طيب بعد كده بيحصل حاجه اسمها فازي برين. ايه الفازي برين ده؟ الايكوجينيستي بتزيد جدا سواء فوكال او ديفيوز، وبيحصل جري وايت ماتر ديفرنشيشن تقريبا ما بقدرش اميز بينهم، وبليرد انترا كرانيال استراكشر، دينا بتبقى يعني ملعبكه كده مش شايفينها كويس، وده بينتج عنه كولابسد فينتريكل، مفيش يبقى فيه سي اس اف خالص في الفينتريكولار سيستم، ودي مرحله خطيره جدا جدا يعني. طيب تيجي نشوف كده ايه اول حاله ديت اللي احنا بنقول عليها برودنت كورتيكال ريم ساين. ايه اللي هو ديت؟ ادي عندنا الصلصاي اهوت او الكورتكس بشكل عام، حواليها ايكوجينيستي كده هايبوكوجينيستي. فروم اور اكسبيرينس وفروم براكتس يعني ان انا لما اقيس الدايمتر بتاعها كده تعدي ال 2 مللي، يبقى دي انديكيت ان هي انفليمد او فيها اديما او سويلنج وهكذا، يبقى دي برودنت كورتيكال ريم ساين. طيب ادي حاله تانية برضو من الحالات اللي كان فيها برين اديما وفين كورونا لهوت فيو ات ذا ليفل اوف ذا انتيرور هون اوف ذا لاتر فينتريكل، يكاد يكون احنا شايفين الفينتريكل بالعافيه كده، دي اللي هي سليت لايت فينتريكلز، وكذلك برضو الايكوجينيست بتاع البرين زياده، ده مش الطبيعي خالص، فديت شخصناها ان هي برين اديما. بيتو دي برضو حالة اعمق شوية، في طبعا برودين دو كورتيكال ريم ساين هي موجودة، والايكوجينيست زايدة جدا جدا، وكورتيكال او جري وايت مطر انترفيس تقريبا مش قادر اميز فين الجري والوايت مطر تقريبا، وماركت ناروينج تقريبا الفنتريكلز مضغوطة خالص مش باين، هنا مكان اللاترال انتيرو هورن اوف لاترال فنتريكل مش باين خالص، وهنا مكان السرد فنتريكل المفروض مضغوطة خالص، وهكذا مفيش اي حاجة، فدي ماركت برين اديما. دي حاله برضو تانية وقفين كورونال ات ذا ليفل اوف ذا ترايجون اوف ذا لاترال فينتريكل، تقريبا ما فيش حواليها ميه خالص، فديت سليت لايت فينتريكل. حاجه تانية برودنت كورتيكال ريم ساين اللي هي بتقول ان في كورتيكال سويلنج، في بليرنج اوف ذا كورتكس، في ديفيوز انكريزد ايكوجينيستي. الاناتوميكال اركيتكتشر مش واضحه كده زي النورمال اللي احنا عارفينها يعني. طيب دلوقتي احنا شخصنا برين اديما، بس احنا قلنا من شويه ان 2 دي سونوجرافي اوفن دازنت كورليت وذ سيفيريتي اوف اسفيكسيا، يعني في اسفيكسيا او اسكيميا او كده ما اقدرش اميزها او اقول درجه خطورتها بال 2 دي ان انا قلت برين اديما وهكذا. طيب ايه الحل في الموضوع؟ الحل ان احنا نروح على الدوبلر استادي، وده الجولدن بوينت او جولدن تول اللي انا اقدر اميز بيها الاسكيميا ودرجتها. قبل ما نتكلم في اي ديتيلز احنا طبعا لازم نعمل اكزامينيشن لاربع ارترز مهمين جدا، انتيرور سيربرال ارتري والميدل سيربرال ارتري والانترنال كاروتيد والبازيلر ارتري. تعال نشوف كده سريعا، احنا واقفين كورونال فيو حطينا كلر دوبلر، اقدر ببساطه جدا احط هنا الانتيرور سيربرال ارتري وهنا الميدل سيربرال ارتري وده الانترنال كاروتيد ارتري، ده بس بالكلر دوبلر عرفنا الاناتومي بتاعهم. في فيو تاني ادي احنا واقفين ميد ساجيتال ادي الكارباس كالوزم، اقدر اشوف ببساطه جدا الانتيرو سيربرال ارتري اهوت بالبرانشات بتاعته، البرانشات اللي هي ايه؟ بري كالوزال ارتري ومارجنال او كالوزال مارجنال ارتري فرونتال انترنال ارتريز، وعندي اقدر اشوف الانترنال كاروتيد واقدر كمان اشوف البازيلر ارتري واعمل لهم اكزامينيشن بسهوله جدا. في فيو تالت اللي هو التمبرال فيو، انا اقدر اشوف السيركل اوف فيلز، عندي عندي الميدل سيربرال ارتريز اهمت، عندي الانتيريور سيربرال ارتري وعندي كمان البوستيريور سيربرال ارتريز اقدر اعمل اكزامينيشن عليهم. فبالتالي احنا جبنا الاناتوم بشكل سريع جدا للارتز اللي نعملها. تاني خطوه اللي هي سبكترال دوبلر ستادي، ان انا جبت الكلر دوبلر وحددت مكان الارتري، ابدا احط السامبل فوليوم وابدا اعمل دوبلر ستادي بعد شويه تظبيطات كده هنتكلم عليها ان شاء الله في فيديو تاني. بيظهر لي ويف، الويف دي هي عندي محور راسي ومحور افقي، محور راسي اللي هو بيكسستوليك فيلوستي او اعلى فيلوستي، الفيلوستي بتاع الايه؟ الدم في الشريان ده هون او في الارتري ده، وده محور التايم. طيب بناء على الويف ده هي بنقدر بنطلع كذا يعني كذا فاليو كده مهمه ليه، نقدر نحدد بيك سيستوليك فيلوستي، اقدر احدد ريزيستيف اندكس وده من اهم الحاجات اللي هنستخدمها بعد شويه، البلساتايل اندكس برضو، وكذلك نطلع الهارت ريت. نفتكر الرقم ده مهم جدا جدا جدا، الاربع ارترز اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه الاي سي اي والام سي اي والانترنال كاروتيد وكذلك كمان البازلر ارتري، الفاليوز بتاعتهم تختلف بس
ما اقدرش اطلع بره دولت بره الارقام دي 0.65 ل 0.85، ما اقدرش اطلع بره الارقام دي خالص ايا كان الارتري بتاعها ايا كان الارتري هو ايه. تاني حاجه فروم اور اكسبيرينس وبراكتس، يعني البيك سيستوليك فيلوسيتي في النورمال بيعدي 30 سنتي بير سكند، لو اقل من كده ده بيانديكيت ان في ديكريزد برين بيرفيوجن، ودي برضو ساين بنقولها للكلينيشن ان الواد ده البرفيوجن بتاع البرين شكله قليل، سرعه الدم في الارتريز قليل، فده بيانديكيت ان البرفيوجن قليل. المثل ده لما جبناه من شويه اللي هو واقفين ميد ساجيتال فيو، وادي الكارباس كالوزم، وادي الانتيريور سيرورال ارتري، حطينا عليه الكلر بوكس وحطينا عليه السامبل جيت وحطينا عليه الانجل اهوت، بقت ماشيه في الاتجاهها، يعني هنتكلم برضو في التفاصيل دي بعد شويه. بدا يرسم لي ويف، الويف ديت الجهاز في بعض الاجهزه بتطلعها بشكل اوتوماتيك القيم دي، فطلع لي الفي ماكس او البيك سيستوليك فيلوسيتي سرعه الدم 33 سنتي بير سكند، في اند دايستول او الفيلوسيتي اند دايستول اللي هو ده هون، وطلع لي البلاستال اندكس وطلع لي ريزيتيف اندكس وهكذا، وطلع لي الهارت ريت كمان وهكذا. بناء على الاشكال ده شكل الويف وشكل والقيمه الريزستف اندكس، بدانا نتكلم في موضوع الاسكيميا. النورمال ببساطه خالص النورمال بريشر اللي هو البنين الطبيعي وبيحوط الارتريز، النورمال بريشر بيضغط على الارتري والارتريول والكابيلرز بيرسم لي الشكل ده هون، فبترسم لي الويف دي ده سيستول وده دايستول، ده شكل النورمال الطبيعي، وقلنا الريزستف اندكس تبعتها الطبيعيه من 0.65 ل 0.85. طيب مع الوقت او لو حصل بدايه اسكيميا بيزيد انكريز بريشر شويه، فبيعمل انكريز الفلو فيلوسيتي حتى السيستول والدايستول، واهم حاجه الدايستول الضغطه خفيفه كده، ما تعمل اللي هي نظريه الخرطوم، من لما بنمسك الخرطوم كده فيه ميه ونضغط ضغطه خفيفه فبتزيد سرعه الميه فبترش لبعيد، وهكذا نفس الفكره بالظبط، فبيزيد السيستول والدايستول، والدايستول طبعا هو اللي بيبقى عالي جدا، فبيقل الريزستيف اندكس يبقى اقل من 0.65. ضغطنا اكبر، الضغطه كانت اكتر، فاللي بيحصل ان هو الارتري والارتيريول والكابيلاريز بيقل الضغط فيها يعني كتير جدا، فبيوصل لدرجه ان الدايستول بيقل يقل لحد يوصل البيز لاين، وبعد كده ممكن يحصل ريفرسال دايستوليك فلو او نيجاتيف دايستوليك فلو. وبناء عليه قسموا الاسكيميك هايبوكسيك انكيفالوباسي لستيجز او جريدز حسب درجه الضغط على الكابيلاريز او ضغطتها على الارتريال سيستم اللي موجود. قسموها لخمسه ستيج. ستيج 1 نورمال فلو اللي هو لسه فيه اوتو ريجوليشن كويس جدا، ادي السيستول وادي الدايستول، وقلنا ال 0.65 ل 0.85 ده ريزستيف اندكس الطبيعي. ستيج 2 هيزيد الدايستوليك فلو زي ما قلنا، فبالتالي هيقل اكتر من 0.65 لان الدايستول عالي. طيب هيزيد البرجر اكتر، هيبدا يحصل ايه؟ هيحصل السيستول عادي جدا، الدايستول هيقل جدا، فبالتالي هيزيد ريزستيف اندكس اكتر من 0.85. مع كتر الضغط والفيسلز مش قادره تستحمل وتعمل ريجوليشن ليها، فالدايستول بيقف خالص عند البيز لاين، بيسميها ميسنج دايستوليك فلو، ودي مرحله برده مراحل خطيره. اخطر حاجه بقى ان هو حصل يعني نيجاتيف دايستوليك فلو، ان هو نتيجه البريشر عالي جدا فعمل الموضوع ده كله. وبالتالي دي الخمسه جريدز او الخمسه ستيجز بتاع الاسكيميك هايبوكسيك انكيفالوباسي. هنشوف بقى الامثله كده بالراحه ونشوف امثله ليها ونشوف البروجنوزس والريكومنديشنز اللي احنا بنوصي بيها. اول حاجه جريد 1 طبعا هيكون فيها برين اديما ممكن او ما فيش خالص، يبقى في سليت لايت فينتريكلز فاز برين اللي احنا قلنا عليها، كومبريسد فينتريكلز. السبكترال اناليسيس ده شكل الويف الطبيعيه خالص من 0.65 ل 0.85، والبيكسستوليك فيلوسيتي اكتر من 30، ده تقريبا هي نورمال يعني. فبنقول ان احنا لو عدنا الفحص ده بعد 5 ايام البروجنوز هيبقى فيري جود لو تناه زي ما هو كده، وده غالبا بنعمل لها ريبيت او للدوبلر ده هون قبل ما الواد يحصل له ديسشارج من الانكوبيتور عشان نطمن بس ان البرين فاسكولاريتي از مينتيند او از انتاكت. تعال نشوف ادي حاله مثلا كنا عاملين لها ادي كرونال الترا ساوند على البرين، وعملنا حطينا السامبل فوليوم على الانترنال كاروتيد ورسمنا الويف دي هي، وبالتالي طلع لنا بيك سيستوليك فيلوسيتي كان 57 تقريبا، والريزستيف اندكس كان 0.72 اللي هو اقل من 0.85، فده اعتبرناه نورمال جدا. لو نلاحظ كده حتى شكل البرين كان فيه سليت لايت فينتريكل وفي شويه برين اديما موجودين، فده كان دايجنوستيك الاسكيميك هايبوكسيك انكيفالوباسي جريد 1. جريد 2 قلنا هيزيد الانكريز برجر شويه على الفيسلز اللي هي، بس لسه ما قدرش يضغط جامد على الفيسلز اللي هي نظريه الخرطوم بتاع الميه اللي احنا قلنا عليه من شويه. ال 2 دي هيبقى مايلد برين اديما، ممكن يعمل سيت لايت فينتريكلز او يعني يحصل اي مشكله ثانيه.
السبكترال دوبلر طبعا ان السيستول اهوت والديستول هيعلى جدا، فبالتالي الريزستيف اندكس هيبقى اقل من 0.65. الديستول فلو هيعلى وكذلك الفلوس بتاعتها هيعلى، وبيكستوليك برضه هيبقى اكتر من 30. العيان اللي هو جريد 2 ده هو ده فروم اور اكسبيرينس وفروم البراكتس، ده يبقى 50-50، يعني 50% ممكن يبقى جود ويتحسن مع الوقت ويطلع ويبقى زي الفل، وفي 50% بيسوء. والموضوع ده فعلا لو استمر بيحصل مشاكل نيورولوجيكال مورفولوجيكال تشينجز مع الوقت. بنقول ان احنا بنريكومند يحصل هايبر فنتيليشن عشان يقلل الديستوليك فلو وبالتالي يحافظ على البرين برفيوجن. ادي حاله برضو كنا عاملينها على تقريبا على البازلر ارتري، البازلر ارتري، ف كان ادي السيستول عالي والديستول عالي برضو، كان ريزيستيف اندكس 0.42 وبيكستول كان 79 والديستول 45، فكان تشخيصنا ان هي اسكيميك هايبوكسيك انكيفالوباسي جريد 2. فاللي حصل ان العين ده يعني الشكل ده هو يعني بيبقى بوردر لاين زي ما بنقول، يا اما يتحول يبقى كويس يا اما 50-50 يعني زي ما بنقول كده. جريد 3 طبعا مع استمرار الاسكيميا بيحصل الدايستوليك فلو بيقل خالص، وبالريزستيف اندكس زي ما احنا قلنا بتبقى اكتر من 0.85. العينين دول 90% منهم بيبقى البروجنوز بتاعهم فيري باد، وال 10% ممكن بيتحسنوا فروم براكتس فروم اور اكسبيرينس يعني، بس الغالبيه العظمى بيكون البروجنوز بتاعها باد، وممكن في ناس بيحصل لهم داي او البيشنت نيونيت بيحصل له داي او بيخش في سي بي او انفانتايل سبازم وحاجات شبه كده كتير يعني. بتتعالج ازاي؟ ان احنا بنظبط يعني الفوليوم ثيرابي، ممكن عشان احنا عايزين نظبط البلاد بريشر كويس، ممكن ندي ادرينالين عشان ايه نظبط البلاد بريشر يعني. الهايبر فنتيليشن كونترا انديكيتد عشان هتقلل الديستوليك فلو اكتر يعني. دي مثال برضو كنا حاطين على الانترنال كاروتيد سليد لايت فنتريكل، وكان في برين ايديم وحاجات شبه كده. ادي سيستول وادي الديستول كان قليل خالص جدا وكان وصل 0.96، ودي كان تشخيصنا اسكيميك هايبوكسيك انكيفالوباثي جريد 3. قلنا 10% بس اللي بيعدوا بيتحسنوا و90% بيسوءوا للاسف يعني. جريد 4 هنوصل وصلنا ان الدايستول بدا يقل لغايه ما وصل بيز لاين مبقاش فيه دايستول خالص، فبنسميها ميسنج دايستوليك امبليتيود، والريزيف اندكس بيكون واحد، معناها ان هو دلوقتي مبقاش فيه دايستوليك فلو تقريبا، والعينين دول فروم ار اكسبيرينس برضو بقى فيري باد اكتر من اللي قبلهم يعني. قلنا اللي فات 90 يبقى ده 95% فيري باد وممكن بيموتوا. بيتعالجوا فوليوم ثيرابي او كاتيكولامينز عشان ايه نظبط البلاد بريشر ويرجع تاني. ادي حاله برضو كنا عملنا ادي ميد ساجيتال وحطينا الكورسور على الانتيريور سيريبرال ارتري، وادي ادي سيستول مفيش دايستول ميست دايستول وهكذا شبه الويف ديت، وكارز اندكس بتاعتها واحد، وده فيري باد بروجنوزس. جريد 5 اسكيميك هايبوكسيك انكيفالوباسي هيزيد البريشر اكتر واكتر، فيحصل ايه الدايستوليك فلو يبقى ريفرسد او نيجاتيف دايستوليك فلو، دول فيري فيري باد، ويعني تقريبا 99.9 فيهم بيكون في مشاكل وغالبا بيحصل لهم داي او يعني بيخشوا في مشاكل نيورولوجيكال بعد كده، اللي هم دولت مع الوقت اللي احنا قلنا عليهم بعد اسبوعين وثلاثه يحصل بقى ايه بريفنتريكوراليكو ماليشيا وسيستيك درينجريشن وبورينكيفاليك سيست وهكذا. دي ببساطه فكره الايه الجريدنج بتاع الاسكيميك هايبوكسيك انكيفالوباسي. ادي حاله شبه ديت ادي ريال تايم حطينا على الانتيريو سيريبرال، فحصل دايستوليك فلو وهكذا دايستوليك ريفرسال او نيجاتيف فلو، فبالتالي الريزف اندكس يكون اكتر من واحد، ودي معناها ماركت انكريز انتراكرانيال بريشر. في الاخر احنا عايزين ملخص المحاضره السريعه ده، هي ان احنا بنقول ان احنا عشان نحكم على الاسكيميك هايبوكسيك انكيفالوباسي محتاجين 2 دي عشان نشوف في برين اديما ولا لا. طيب في برين اديما نبدا نعمل الدوبلر ستادي، هيبقى يطلع لنا ويف وهيطلع لنا قيم اللي هو ريزستيف اندكس وبلستايل وبيك سيستوليك فيلوسيتي. الويف شيب هيكون واحده من الخمسه دول، يا اما نورمال يا اما الدايستول هيزيد يا اما الدايستول هيقل يا اما مفيش دايستول خالص يا اما ريفرس الدايستول. الريزستيف اندكس عن طريق القياسات اللي هتطلع لي النورمال من 0.56 ل 65، هنا هتقل عن 65، هنا هتزيد عن 85، هنا هتوصل لواحد، هنا هتبقى اكتر من واحد، وكل ما انزل لتحت كده كل ما البروجنوز بيسوء وهكذا. ده ببساطه ملخص الاسكيميك هايبوكسيك انكيفالوباسي ستيجنج او جريدنج اكوردنج للدوبلر ستادي اكوردنج للليتست جايد لاينز اللي رجعنا لها فروم اور اكسبيرينس وفروم اور براكتس. طيب السابق سؤال هنا دلوقتي، ايه الارتر اللي نقيسه؟ المفروض ان احنا نقيس كل الاربع ارترز اللي احنا قلنا عليهم دول، الانتيرور سيريبرال والميدل سيريبرال والبوستيرور سيريبرال والبازلر ارتري وهكذا. لو لقينا جنرالايزد فلو نفس الويف غالبا ده بنسبه كبيره جدا 99% هيبقوا شبه بعض تقريبا،
في بعض الاحيان الانتروسيرور في مشاكل عن الباقي، فده يدل ان في فوكال اديمه في المنطقه ديت، او في مشكله في الايه في المنطقه اللي بيغذيها الانتروسيرور او الميدل سيرور او كذا. فاحنا بنقول ان احنا بنعمل دوبلر ستادي للاربعه ارتز اللي احنا قلنا عليهم، ونسجل الداتا دهيت فور فولو اب، عشان لما اجي اعمل فولو اب يكون الارقام معروفه، ان انا بقارن بارقام وبقارن بدرجه الاديمه من حيث درجه عيني، انا شايف ايه في الاديمه ديت، مايلد او مودريت او سيفير، عشان الفولو اب وعشان المتابعه بعد كده، وعشان البروجنوزز برضو هل بيتحسن مع العلاج ولا لا. بس ده ملخص محاضره الاسكيميك هايبوكسيك انكفالوباسي. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده باذن الله. بعد ما شفنا المحاضره لازم نكون فاكرين كويس جدا جدا الرقمين دولت 0.65 و0.85، وعنينا تكون خدت على الخمس اشكال بتوع الجريدنج اوف اسكيميك هايبوكسيك انكفالوباثي. تشخيصك الصح بدري ممكن يفرق جدا في حياه الطفل. اهم حاجه تكون متدرب كويس، يكون عندك نوليدج كويسه جدا عن كرينيال ديزيزز، ويكون معاك جهاز ابديتد يساعدك في التشخيص بشكل قوي جدا. ان شاء الله في فيديو جديد نتعلم حاجة جديدة. كل تمنياتي بالشفاء والعافية لكل مولود عشان يفرح مامته وباباه. سلام عليكم.